طيب بالأمس شاهدت مباراة الزوراء والكرخ، تحدثنا عن ذلك. نريد أن نسمع منك رأيك بما شاهدت بالأمس مباراة كأس العراق. شاهدت فقط آخر 10 دقائق من الشوط الأول وبعد ذلك الشوط الثاني. شاهدته مع صديق يشجع أحد الفريقين. وأصبحت مشجعا لنادي الكرخ. Yes, because I like the way they played. لأني أحبب طريقة لعبهم. رغم أنهم كانوا متقدمين 1-0 لكنهم استمروا في الهجوم وبحثوا عن هدف ثاني. هناك أحببت أعجبت بعدد من اللاعبين خصوصا اللاعب رقم 10. لا أعرف اسمه. حسن عبد الكريم. الكابتن قائد الفريق. في العموم أعجبت بالفريق عموما. Them getting into the final, being the first time that they get into the final. وعجبتني فكرة إنهم وصلوا للنهاية المرة الأولى. So you know, football sometimes is all about money and. أحيانا كرة القدم تتعلق بالمال فقط، لكن بالنسبة لي. Having الأمر يتعدى ذلك. يجب أن تكون لك. يجب أن تسعى لأن تحسن كل يوم. الأمر لا يتعلق بالفوز فقط. أعتقد إنهم يستحقوا الفوز. يعني الآن أصبح للكرخ مشجع من إسبانيا. Have the fans from Spain.